ميك اب ارتست عبير مهنا لنعرف اكثر تفاصيل عن مكياج ربيع صيف 2023 على طريقه عبير. اهلا وسهلا فيك يا عبير، شرفتينا. شرفت فيكم. شرفتينا حبيبتي. عبير، بدايه اذا بدنا نحكي عن كل شيء دارج بال 2023، اساسا صار فينا نحكي عن موضه بتختلف بين السنين وبين السيزونز، او كل وحده منا عندها بنطلة الخاصة؟ ما اختلف كثير من هيديك الصيفيه لهيدي الصيفيه، تقريبا بعدنا ماشيين على نفس الريتم، يعني الالوان الفاقعه الازرق البينك الاورنج، هالالوان بعدها دارجه. هلا بيختلف شوي الايلاينر، قبل كان الايلاينر كله اسود اسود اسود، هلا صرنا عم ناخذ ايلاينر الوان ملون. يعني مثلا ايه بتفضلي اكثر، مثلا بتحطي اي شادو خفيف فوق العين، ايلاينر فائع مثلا. اوكي، في ايه تفضلي. في اشخاص ما بيتقبلوا كثير الفكره، كمان حسب الكاركتر لإلها شو بتحب. صحيح. بالحديث عن الايلاينر يلي هو الوان، عم شوف كثير على السوشيال ميديا انا الايلاينر مثلا الازرق والعين اللي بتكون هيك مثل طالع لفوق الايلاينر كمان، او حتى اخضر او زهر او اورنج مثل ما ذكرتي. طب هالالوان بتلبق على حيلا لون عيون؟ ايه ما في. انا باعتباري الالوان ما خص لون العين، ما خص شيء. في الوان ايه بتلبق على كل العيون. يعني لنقول اذا وحده عيونها زرق فيها تحط ايلاينر ازرق، او بالعكس لازم تغمق كرمال يبين لون عيونها اكثر؟ هلا امبلا فيها تغمق، وفيها نحط، فينا نحط ازرق، بس بدك تلعبي على الاي شادو اللي تحت تحت الايلاينر، يعني بدك تنسقي بين الاثنين. بس طرحت اول سؤال عليك يا عبير، دغري فتيلي بالعيون وكفه ديانا بالعيون كمان، هل يعني التركيز هالسنه على العيون اكثر، مع العلم انه يمكن احمر الشفاه كمان عم بيكون كثير واضح اللي بيغنينا حتى عن العيون وفينا نحط ليونات ونمشي؟ بل هيدي السنه تان الوجه كثير حيكون خفيف، الاي شادو أكتر بارز والحمرة أكتر بارزة. أوكي. يعني هاي السنة كمان بالصيف دارج الأحمر شفاف بس جلوسي أكتر، يعني ما الما تطلعنا منه صلنا سنتين أكتر، يعني هيديك السنة وهيدي السنة على الجلوسي أكتر. وطلعنا شوي من نيود كولرز، خلينا نقول للشفاه، صرنا عم نشوف انه السيدات عم بحبوا اللون اكثر، يعني مثل البينك او الاحمر على لون شفافهم، يمكن لتبين الشفاف اكبر واحلى. بدي اعرف منك عبير بخصوص العيون، بما انه التركيز عم بيكون كثير على العيون وعلى الايلاينر او حتى على الاي شادو، الرموش الاكستنشن او حتى الرموش، هل بعدها دارجه مع الاي شادو او الايلاينر لتعطي سحبه واكلال العين اكثر واكثر؟ دارج الرموش، بس انا الهاف لاشز يعني بتعطي سحبه اكثر مثل الكات ايز. ما بقى دارج الرمش الكتير كثيف وهيك، لا صرنا اكثر على الاشياء السمبل، يعني قصدك على طرف العين بنحط هيك اثنين ثلاثه بتبين العين مسطوبه. ولنضل بالعيون اكيد لازم نذكر كمان الحواجب اللي بنعرف اكيد يمكن اذا بعد عم نفكر نعمل تاتو بنروح صوب المايكرو بليدنج اكثر واكثر لحتى يكونوا ناتشرال. قد ايه رسمه الحواجب بتاثر على رسمه العين والطريقه اللي ممكن الميك اب ارتست تشتغل عليها؟ هيدي السنه صار لنا شي 3 سنين دارج الحواجب الناتورال، ما بقى دارج كثير تغمق الحاجب، يعني يبين اكثر طبيعي وما يكونوا مصفصفين. من هيك يمكن عم نشتغل على اللامينيشن كمان اكثر واكثر. بتشتغلي باللامينيشن بالايلاش اكستنشن عبير او بس بالميك اب؟ بس ميك اب. بس ميك اب. رح نستعرض بعض الصور لإلك هيك بالميك اب بخلال لقائنا هيك لنعلق اكثر عليهم. هون عم نشوف لون زهري فوق العين والشفاف كمان هيك بارزين. ارتستيك ميك اب عم نشوف، صح؟ ايه. هون كنت عامله كذا لون، اورنج اصفر وبيربل، والايلاينر عملته ابيض وبقلب العين ابيض. واضح القلب العين ابيض. ايه. بتكبر العين بس نحط لون ابيض. انا حاطه اليوم فاتح بقلب العين. وهيدي اللي منحدد من خلالها كمان الاي شادو بعدها دارجه. اوكي. هون سمبل ميك اب، يعني اكثر زد ديلي ميك اب. ايه اكثر. اوكي، حلو الشابو قال والفرور.
هون شو هون سموكي. السموكي بحسه انا ما بيبطل مود، ما بيبطل موضة بتضلها، بس بتغير الألوان. يعني هلأ أكتر ألوان فيك، قبل كان سموكي بني وأسود، هلأ صار فيك تحطي مثلاً بيربل وأسود بس على سموكي. بيزغر العيون السموكي عبير شوي؟ إيه شوي، يعني بدنا لأنه أسود، بدنا أسود عيون عربية يعني. إيه. أوه شو هالمكياج الغير شكل. اوكي قد ايه دقيق انك تعملي ميك اب على صبيه؟ لا مش مشاهير، مشهوره صبيه تشبهنا بيلعب عبيد شوي هلا. هيدا انا. هي انت طالعه بتشبهي عن جد نبيلة عبيد. انا هيك، بس انا كان قصدي على اللون هيدا الشعر. ايه عن جد، لانه بخليك يعني تعملي له حساب. انا بس يكون في شوتينج او شيء بحب اعمل شيء غريب. مش مثل الميك اب اللي كل يوم نقدر نعمله بالسهرة وهيك، بحب أعمل شيء غريب. هيدا كان شعرك ولا؟ لا لا أوكي. بيريوك. لا أعرف إذا هون... جنيتي ولا لا. هيدا اللوك كتير حلو. هيدا رائع. هيدا أنت كمان. لا. هيدا أزرق تقريبا مبين على العين. لا هو الأزرق لعيون. حاطين ايه حاطين نيوت كولر فوق العين ومشتغله اكثر على الايلاينر. بس شغلين كونتورينج كثير عم بيهم هون كمان صح؟ واضح. مع انه هيدا السنه ما دارج كثير الكونتورينج، دارج اكثر البلاش وتكون السكن اكثر جلوي، ما كثير مات مات مات. اوكي. سو مع انه السنه الماضيه شفنا كثير دارج الكونتورينج، وكنا عن جد عم نشوف على السوشيال ميديا كثير من الاشخاص عم بيعلموا كيف نعمل كونتورينج، وبتشوفيهم كلهم يعني على تيك توك على انستغرام الكونتورينج نمبر 1 ترندينج. هو بقى كذا سنه، شي 7 سنين كونتورينج، مثل الهايلايتر مرقت فتره طويله الهايلايتر كثير، يعني شي 3 4 سنين الهايلايتر اخذ ضجه. هيدي السنه قليل انه دارج اقل كونتور، بس تحدد شيء بسيط وبلاش اكثر، يعني بتحسي بتبرز الاشياء على الطبيعه اكثر. بتعرفي اذا الوحده خدودها كبار وبدها تصغرهم، انه واي نوت ما تعمل كونتورينج او منخاره شوي فيو ديفو كمان تعمل له كونتورينج. مش غلط يعني اذا في ديفو نصحح، اذا الوجه ما فيه ديفو ما في داعي. اكيد بس شيء بسيط، لانه اخر فتره صارت الكونتورينج مثل اوفر، ما بقى صار يبين شيء حلو. ما هيدا اللي بدي احكيكي عنه. مش اساسا سر الكونتورينج عبير بانه يكون بلندد بطريقه ما يبين انه عاملين كونتورينج؟ اكيد اكيد. اوكي سو كان عم ينشغل بطريقه خاطئه مزبوط؟ اكيد. اذا انشغل صح يعني فينا نعمل الكوركشنز اللي ذكرتها. فينا نعمل اكيد، بس انه يكون شوي اكثر سمبل، يعني ما كثير نبرز هيدا الشيء. اوكي. طيب عبير، اليوم ذكرت سابقا انه ما بقى دارج كثير فون دو تان سميك، صار دارج انه الوجه يكون فيه جلو، يكون فيه اضاءه، يكون فيه هيلثي سكن. قد ايه مفترض ساعتها هون السيده تشتغل على روتين انها تحسن بشرتها لتقدر تعمل فون دو تان لايت؟ لانه اليوم البشره اذا منا نظيفه ما بيطلع الميك اب حلو، والميك اب رح يفضح. صح. ايه اكيد. هلا بالاجمال كل صبيه المفروض تعمل لها سكين روتين كرمال البشره، مثل ما انت قلتي لما تكون البشره فيها عيوب وهيك، قد ما حاولت تخبي هيدا الشيء حيضله بارز. وكمان صار في كثير برودكت ترطيب وما ترطيب قبل الميك اب بتعطي جلوي للسكين، بتساعد. عروس 2023 كيف رح نشوفها عبير هالسنة؟ بعدها مثل كذا سنة مرقت، أكتر صارت العروس تتبع تروح على الميك اب الخفيف. أوكي. ما بقى كتير صارت تحب العروس تعمل ميك اب قوي. طيب إذا العروس طلبت منك ميك اب قوي وحابة مثلا يمكن نهار عرسها تعمل سموكي آيز، بتوافقي او بتعطيها رايك انه بتقنعيها تتحيلي عليها؟ انا بحاول اقنعها، بس اذا هي خلص مصر في منهم بيجوا ما كتير مقتنعين شو بدهم، بقدر اقنعها بشي بيلبق لها. اذا هي مصممه على هيدا الشيء اللي بدها اياه بحاول اقنعها، اذا ما اقتنعت بعمل لها اللي هي بتحبه. قد ايه مهم بالنسبه لك عبير انه تكون الكلاينت يلي بين ايديك تفل من عندك هي مقتنعة وانت تكوني مقتنعة at the same time، يعني لو يمكن مشيتي معها لهي تكون مرتاحة بينها وبين حالها أكثر، بس انه اسمك بتدق كمان، فبتحرصي على هيدا الموضوع؟ ايه اكيد. انا بكل الشغل اللي بشتغله بحاول بكون عم بشتغل شيء انا ومبسوطة، يعني مش انه مهم عم بشتغل
للكلاينت. انا بدي اشوف شغل حلو يعني الطرفين يكونوا راضيين عن النتيجه 100% 100%. فاذا هي مثلا بدها شيء اكيد اكيد ما حيطلع حلو، بحاول قدر الامكان انه اقول لها ما حيزبط ما حيمشي الحال. يعني مثلا مثل مثلا احيانا بتجي عيون مبطنه بدها ايلاينر، بحاول اقنعها بقول لها بس بدنا نعمل ايلاينر من تحت مش من فوق مثلا، ده تفتح عينها ايه؟ تبرزيلها عينها، في منهم لانه العيون المبطنه اوريدي بتحس انه عينها صغيره كثير 100% صح. قد ايه صعب عبير الشغل مع الستات؟ يعني لو انت ست وكمان يعني عندك متطلبات وبتعرفي شو بيلبق لك، بس انه تقدري ترضي ست، قد ايه صعب هيدا الشيء؟ هلا هو صعب بس ما كثير. يعني بتحس لانه نحن اثنين ستات مثل بعض بنفهم مع بعض اكثر. ايه ف لا انا ما ملاقي في مشكله بالموضوع لحد هلا. عبير عم شوف كثير تينيجرز كمان على السوشيال ميديا، بتعرفي هلا السوشيال ميديا اكل الدنيا، وعن جد عم نعرف الترندز من ورا السوشيال ميديا. كثير دارج انه المكياج الستينات السبعينات، يعني ما بقى دارج انه نسكر العين، صار دارج نفتح العين من تحت ونشطح الايلاينر لبرا ومن فوق. قد ايه انت مع هالترند ولكل العيون بيلبق؟ لا ليكي كل شلبكت ما عليه عادي كل صبيه بدك تقولي. هو دارج هلا هيدي الصيفيه ميك اب التسعينات، كل الترند بينزل، كل صبية حسب يمكن انت يلبق لك يمكن لغيرك ما يلبق. في ناس بتصر بدها تعمل هيدا الشيء ما بيلبق لها، في ناس ما بتشوف حالها، يعني يمكن انت هلا يدرو شيء معين تقولي انه انا عبالي جربه، تشوفي تجربيه ما تحسي حالك انه انت حابه هيدا الشيء. في اشخاص بيروحوا اكثر انه شو دارج، في اشخاص لا اذا لو دارج هيدا الشيء ما بيعملوه. يعني قد ايه مهم البرودكت يلي بتستعمليه عبير؟ يعني صحيح في طريقه شغل ولكن في كمان برودكت، على شو بترتكزي اكثر او شطاره الميك اب ارتست وين بتبين اكثر؟ هلا اكيد اكيد البرودكت مهم كثير بالميك اب، يعني انت قد ايه بتستعملي شيء منيح قد ايه انت بتاخذي ريزلتا، واكيد كمان التطبيق حسب الطريقه اللي انت بدك تطبقي فيها. كل ميك اب ارتست عنده تكنيك معين وستبس معينه يعني يمكن بيتبعها. ايه بس البرودكت اكيد اكيد شيء مهم، ضروري يكون شيء عالمي؟ لا ما بقدر، بتعرفي كل شيء خاصه بالتياب بالساكيت. يعني هلا نحن كثير عم نشجع عم نشجع اللبنيز ديزاينرز لانه عندنا اشياء عن جد كثير حلوه وكواليتي عم بتكون. فهل بالميك اب في اسامي عربيه يعني كثير كمان معروفه قدمت الميك اب ومنهم بسام فتوح يعني واولهم يمكن بسام فتوح، فالاسامي العربيه عن جد عم بيكون لها مستوى عالي كمان بتقديم البرودكت صح؟ ايه اكيد في سامر خوزان سامر مزبوط. كتير البرودكتس اللي عندهم كتير 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 منيح صحيح. ولا حلو واحد يشجع لما أنا لاقي شي برودكت كتير منيح بحب أنصح غيري أكيد, أكيد ومثل بتضوي أكتر عليهم لأنه الأشياء العالمية يعني البراندات العالمية أكتر ماخدة ضجة. بس لا في براندات عربية عم تطلع كمان كتير، في الهدى بيوتي كمان ضرب كتير بالميك اب بالوطن العربي معروفة كتير كبراند بالمكياج، والصبايا يعني انترناشنال وايز عم بيستعموها، بتشوفي كل البلوجرز عم بيعملوا لها دعايات واعلانات قد ما they are very good quality as a product. قد ايه بتتابعي الموضه العالميه بالمكياج؟ قد ايه بتتصفحي؟ قد ايه ما بعرف بتجربي تشوفي ريلز تيك توكرز؟ هلا انا بحب يعني بتابع اكيد، بفوت جوجل بفوت يوتيوب بشوف شو الموضه الدارجه وهالاخبار. بس كمان انت كل حدا عنده كاركتير بالشغل، يعني انا بشغلي كأنه بتاخدي بارت إليك إنه هيك أنا بشتغل. في ناس تكون معروفة بالميك اب الخفيف، في ناس بتلاقيها معروفة بالميك اب الثقيل، كل واحد بيكون له كل واحد عنده كل واحد عنده بيميزه بيتميز فيه. إذا بدنا نحكي عن الخط يلي بيميز عبير بالميك اب شو بتقولي لنا؟ أنا أكثر بروح على الأشياء السرعة، يعني الألوان الفاقعة هي بنبسط أنا وعم بشتغلها، بحس حالي عم بعمل شغلك كمان أكثر، بحس حالي عم بعمل شيء كثير غريب يعني أكيد.
عبير بدنا نتشكرك، نقول لك يعطيك الف عافيه، شكرا على وجودك معنا، وثانك يو على التبس حول المكياج. ان شاء الله يكونوا هيك المشاهدين الصبايا استفادوا من هالتبس. حبيبتي يعطيك الف عافيه، ثانك يو لك، شرفتينا.